من أين أتيت وكيف أتيت وكيف عصفت في وجداني؟ أغنية نهديوها لكل العشاق، ونهديوها خاصة للنساء اللي مغرومين بالموسيقى وقت اللي يدخل الكوجينة ويبداو يصنفوا هكا ويبداو يطيبوا ويبداو شيخين يسمعوا في الموسيقى. وننصحكم حطوا أم كلثوم على خاطر بالحق باش تنسيوك ستريس ما بعد الكوجينة كي يبدا في الصالون المسيو والصغار والحس الكل. دونك ادخل كوجينتك وبدا صنف وطيف، المهم النتيجه تكون بطبيعه بنينه. حضر معنا اخصائيه التغذيه سهى قلبي، دونك اليوم انيقه ومحلاها بالحق تخبل. معليشك سمية، ميرسي دونك كل عام تحيا بخير. عايشك عامكم مبروك ان شاء الله. الجمال ثم الجمال ثم الجمال. عايشك سمية، ميرسي. نعيشك عزيزي ان شاء الله. عام مبروك علينا الناس الكل ان شاء الله يا ربي. دونك فوالا احنا بحال شايفين ناس توا باش عملت لنا ديجا هي الكيك نتاع الكيكه الزقوق وحطيناها تطيب. فوالا دونك تعطيك اعطيها مكوناتها باش تنجم تحكي لنا عليها شويه. احنا كيكه الزقوق استعملنا فيها الزبده، استعملنا فيها السكر، استعملنا فيها مي ورد ولا مي عطرشيه ما يقلقش، استعملنا فيها زيت حليب، خدمنا بالفارين هيك وعملنا الزقوق وكعبه العظم. وكعبه العظم بصحيح، وشويه خميره مش برشا، قرصه بين الصويبع مش برشا خميره. حاجه بها سهي اللي باش تحكي لنا فيها انه راهو في الكيك حتى الشيف كي يعطيكم مقادير السكر مثال يقول لكم 125 غرام ولا 200 غرام سكر ولا كيس سكر، راهو ماذا بينا نقصوا شويه. هو يقول لك كيس راهو السكر نجم تتحكم فيه قد ما تحب انت، نجم مثال هو يقول لك كيس انت تعمل اشتراكه. وعلى خاطر في الكيك قد ما تنقص السكر قد ما يكون صحي اكثر. يظهر لي هكا سهي ما احنا ديما نجموا نقصوا على المقدار الموجود في الغوسيت نتاعنا، والا نستعملوا دوتر الترناتيف كيما مثلا ستيفيا اللي هو محلي طبيعي، سي اون بلانت صفر سعره حراريه، نجموا نستعملوا سكر التمر. اما جوست معلومه بين ذفرين باش نقولها، راهو لو سكر هو السكر الاسمر وكل راهو نفس السعرات الحراريه كيف ما يبعدش برشا على السكر الابيض معناها. ماذا بينا ديما نقصوا في الكميه كيما انت كنت تقولنا. باهي تخي بيان فوالا. دونك الكيك نتاعنا الزقوق، دونك انا قلت كيك مزيانه كحاجه جديده نعملوها صغيراتنا، ظهر لي صحيه معناها ما تعرف الزقوق، ونحن ناكلوا ديما في المناسبات اكاهو عصير الزقوق الكل. دونك اليوم عملنا به كيك، نتصور اختيار موفق. اختيار موفق زقوق من اعز ما ناكلوا. علاش؟ على خاطر اول حاجه غني جدا بالحديد كما قلنا، نحكيو على الصغار والصغار مالوغوزمون عمير ويصير عندهم فقر الدم، معناها قاعدين يلاحظوا الصغار ديما عندهم معناها بوتيت انيمي. دونك غني جدا بالفير، غني جدا بالمغنيسيوم، غني جدا بالاسيد فوليك دونك لا فيتامين بي 9 اللي هي باهيه حتى للحوامل زيدا، نجموا يستعملوها بتي جاتو. وفيه نسبه عاليه جدا من الالياف اللي يخلي المؤشر الجليسيمي نتاعو طايح، دونك حتى العباد اللي عندهم ديابيت مرض السكري نجموا يستعملوه. جوست كيما قلنا بك نقصوا من السكر في الغوسيت نتاعنا. تخي بيان تخي بيان فوالا. دونك بعد نعطيوك البلا نتاعنا زيدا سهي وقعد بحثينا شويه. احنا تو باش نعطيو لي مامون باش نعطيهم فكره مزيانه برشا. حكينا قبيله على الجالات دو غي هذه اللي هي حاجه ممتازه على الاخر، انا ذقتها. دونك تتقرمش كل القو نتاعها كل بوب كورن القطاني اللي يحبوها الصغيرات، دونك نفس القو كيف زاد نبعد شويه على الشيف. دونك تولي ماكله صحيه على الاخر ما فيها باس ندخلوا صغيرات. ما عادش كان توفقني فكره ولا ندخلوا صغيراتنا الكوجينه نبارتاجيو مع بعضنا كي وبطبيعه نعطيهم الجالات هذه يعملوها في شكل هكا مثل صحي تختي يزينوها بالتون بالزيتون سهله على الاخر، ينجموا حتى الصغيرات يعملوها وحدهم وياكلوها معناها كي يزينوها شويه تون شويه زيتون. دونك فكره دي ممتازه برشا. نعملوها حتى كيما البيتزا سمايه بصوص طومات، يعوز لها هديسه طيب صوص طومات نتاعك اللي زعت تفوحها كيما صوص طومات نتاع البيتزا، ونحطوها مع شويه تون مدار العربي غابي ولا جو فروماج غابي وكعبتين زيتون وياكلوها. وتنجم تجي حلوه زايده، نستعملوا زبده الفول السوداني دوك البوغ دو كاكاوات البوغ داموند ونوازيت، غنيين جدا بالدهنيات الصحيه وتشبع سورتو انها تشبع خاطر فيها برشا الياف. ونزيدوا اكا تعرف ولا باش اللوحه تكتمل سوريز سوغ الجاتو كزينه كي تجي تعطي زينه مزينه على الاخر. ديما اللون الاخضر نحبه انا في الماكله، دونك فكره ممتازه انه نبارتاجيو صغيراتنا نبارتاجيو معنا معناها الكوجينه. دونك فوالا حاجه مزينه على الاخر. بدلنا في البلان تاعنا نوسه. سمية حبيت نقول حاجه اللي احنا زاد نجمو نشربوها بجو كهو بالنسبه للناس اللي تعمل فريجي، يعني هذه ومع كيس نتاع جو بالحق بينا برشا. دونك ننصح بها لمامو اللي صغارهم تبدا كراس كيس ما نعرفش بون سوسو مازال بيبي اللي مازلت ما وصلتش المرحله شيبس وكل هذاك علاش. دونك ننصحك بالحق بالجاليت هذه اللي هي هذه سونسيل سمية. اي فوالا فما اللي بسال وفما اللي سونسيل، دونك ماذا بينا ديما نقصوا من الملح. وكيما قلت لك تجي حلوه ولا مرحه تخلي صغيرك ديما يختار هو
اسمعوا مسيش مش لازم ديما نكونوا احنا اوتوريتير ونحبوا الحاجه هذيك بالذات، دونك هكيكا تخليه يعمل على روحه كونتخيغ. كيف كيف سهيب باش نحكيو شويه على التن، يظهر لي التن خاصه التن اليوم وقت اللي نحلوا حقد التن والسؤال اللي يخطر للبال توا سيرتو شهر سيدي رمضان زاد قريب ماك تعرف نستعملوا برشا تن في رمضان. ساعات واحد ياخذ حكه كبيره هكايا قداش نجموا مثال الحكه هذيك قداش نجم تقعد لنا اكثر وقت اذا دراك نحلوا حكه التن معناها نهارين ثلاثه كهو ساعات فما شكون ياخذ حكه كبيره باش تكفي شهر كامل كيفاش نجموا نستحفظوا عليها واسكو صحيه ولا لا بيان سور؟ هو ساعه التن معناها عنده قيمه غذائيه عاليه برشا فيه برشا دهنات صحيه كيما الاوميغا 3 مهمين جدا للسيرفون تاعنا مهمين جدا زاد يبعدوا ريسك الامراض القلب والشرايين للديفلوبمون للصغيرات وكل شيء لازمنا نردوا بين ديما الكميه تكون باعتدال ما نفوتوش 500 غرام في الجمعه ايديالمون بالنسبه للنساء الحوامل والصغيرات نتاعنا ما اكثرش من 300 غرام في الجمعه علاش على خاطر سي فغي فيه برشا منافع مي فيه لي ميتو لور كيما مثلا الزئبق الميركور اللي موجود موجودين يعني في الاسماك الكل بصفه عامه معناها لي فروي دو مير وكل هو موجود بنسبه عاليه برشا في التون التون فيت لو برانسيب سامبل قد ما السمكه كبيره وعاشت برشا وكلت برشا سماكات اخرين قد ما فيها الزئبق برشا باش يعمل نجم يسملنا لو سيستيم نيرفو نتاعنا دونك هذيك علاش بالنسبه للحوامل ردوا بينا ما اكثرش من 300 غرام في الجمعه معناها انا نقول نتاع مره مرتين في الجمعه غرو ماكسيموم الاستهلاك نتاعو باش نجموا نستنفوا منه او ميم طون ما يضرناش وراهو لي كونسيغ في المعلب بصفه عامه ما يخوفوش كيما احنا نستخايلوا اذا كان يعني كانوا معلبين فما معناها دي نورم ريسبكتي اون فيت شنو يعملوا سي برانسيب لو برانسيب سامبل الاكسجين ما لازموش يدخل لك الطن باش هو ما يتهلكش هذيك علاش نحطوا له زيت سميه دونك انت باش تختار تون باهي لازم يكون مصبر في الزيت دو بريفيرونس العباد اللي يعملوا ريجيم سي فغي نبعدوا على الزيت وجوست شيخوا من زيت وحطوا يتسقطر انت في صفيه مثلا باش ما يبداش في باش الوقت اللي باش تستعملوا اوكي تري بيان سهي دونك فوالا احنا الدبار نتاعنا باش نعمل شنو يا نيسا؟ باش نعملوا خبزه ترولي نتاع اللحم حطينا اللحم المفروم حطينا زعتر حطينا كليل حطينا نعناع حطينا شويه فلفل اكحل شويه فلفل احمر حطينا تيبلو كروية توا باش نحط الثوم الملحي وباش نحط بصل الملحي خابية وباش نحط شوية كركم سهيد ديما المعلومة اللي عندي يقول لك اللحم مفروم ماذا بيك ديما تاخو على قد ما تاخو كمية اللي باش تطيبها في نهارك معناها ماذا بيك ما تبيتوش ما تبيتوش شليتو طيبو ديريكتومون دو بريفيرونس باش نجمو نستحفظو على القيمة الغذائية نتاعو ما تقوم يضرنيش خاطر لافيون دروش ال سو كونتامين فاسيلمون نجم فما بكتيريا تنجم تتكاثر فيها وتقلقنا très bien mais c'est très bien معناها توا لافيون داشي تعمل فيه حطينا البصل والثوم حاجه خلقه للعاده للمناعه توا سورتو في الوقت هذا وقت اللي فما الانفلونزا والغريب دونك تعاوننا بالكدا غنيه جدا بالبروتينات وكل عاده اللحم الاحمر ما فوتوش دو فوا باغ سيمين وصحه وبشفي الناس يعطيك الصحه زيزي سهي مرحبا بك دونك تعاوننا كل حد مرحبا يعيشك دونك كيما قالت اخصائيه التغذيه سهي قلبي دونك قالت لكم الحب هذا بكم مره في الجمعه نقولها انا لا تقلقي يا صغيرتي احنا بطبيعتنا الحب ناكلوه مره في الجمعه بما انه خاطر سمو يصحى شويه واش قريب يوصل الخمسين يقترب يقترب من سن الخمسين عباره يقترب من ثمن من سعر الخمسين هذاك علاش دونك باش نضطروا ناكلوه مرتين في الجمعه كان طارد دونك ولا نعمل شويه بالدجاج نعمل شويه باللحم المفروم زاد البقري زاد البقري ارخص شويه من العلوش كيف كيف نعمل شويه بالحوت الدورات مثال صحيح راهو غالي شويه حتى هو مي كومي القارو زاد اقل شويه با سبع على الاقل نقص شويه الحم دونك سهيمه ميرسي بوكو يعطيك الصحه عزيزتي نورتنا ميرسي شيف يعطيك الصحه